thank you من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات التصوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية ملف قاعدية ملفات قاعدية للمركبات اين تم اين تم ايقاف 14 شخصا تتراوح اعمارهم ما بين 38 و 65 سنه ينحدرون من مختلف ولايات الوطن العمليه تمت بناء على معلومات مفادها وجود شبكه اجراميه وطنيه متخصصه في تزوير الملفات القاعديه للمركبات واعاده طرحها وبيعها في الاسواق الوطنيه بعد تزوير ملفاتها القاعديه واستصدار لها وثائق اداريه ليتم تداولها بين افراد الشبكه الاجراميه في عده ولايات وهذا بتواطؤ من موظفي مكاتب حركه وتنقل السيارات لبلديات مختلفه ثم تسوق بصفه عاديه وتباع في الاسواق الخاصه بالسيارات على اثرها وبعد تكثيف التحريات وتمديد الاختصاص الى عده بلد بلدية عبر التراب الوطني ومداهمه الورشه محل النشاط المشبوه اسفرت العمليه عن حجز 168 ملف قاعدي مزور 13 ذاكره خاصه بالسيارات 12 مركبه ملفاتها القاعديه مزوره منها سيارتان رقمهما التسلسلي المضروب على البارد غير اصلي خمس اجهزه سكانر 17 محرك لسيارات مهربه من دول اجنبيه 5 اجهزه 5 اجهزه سكانر مبلغ مالي مقدر ب 168 مليون سنتيم وهواتف نقاله. بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه سيتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائيه المختصه اقليميا. اوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.